السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ كل سنة طيبين، يا رب يكون ترم خير عليكم بإذن الله. انا هديكم ان شاء الله كورس التخمرات او الفيرمنتيشن. اول نقطة عندي ان science of fermentation بيسمى بالزيمولوجي. الزيمولوجي معناها ايه؟ معناها ان هي applied science study the biochemical process of fermentation with its practical uses. بالنسبة للفيرمنتيشن، الفيرمنتيشن ممكن نعرفها ان هي metabolic process produced chemical changes in organic substrate through the action of enzyme. هي عملية ميتابوليك لان هي عملية ايضية بيستخدم فيها السبستريت، فبيطلع لي مكونات انا محتاجها عن طريق بعض الانزيم. ان biochemistry ممكن اقول ان هو عبارة عن extraction of energy، بيطلع لي انرجي from carbohydrate in absence of oxygen. في الفود برودكشن هي عبارة عن بروسيس وظيفتها ان هي بتعمل اكتيفيتي للمايكرو اورجانيزم bearing about desirable change، لتغيرات مرغوب فيها في الفود ستاف اللي هي الوجبة الغذائية او البيفرج المشروبات. في المايكرو اورجانيزم ممكن اقول ان هي produce ATP by the degradation of organic nutrient anaerobically او in absence of oxygen. يبقى اذا ممكن اعرف الفيرمنتيشن على انها عبارة عن ايه؟ preservation method for food via microorganism، وده الفكرة العامة او general use. preservation طبعا معناها حفظ، طريقة حفظ. any large scale microbial process occurring with or without air، ده طبعا في الاندستري المصانع. any process that produce alcoholic beverage مشروبات كحولية او acidic dietary product general use. يبقى احنا عندنا غرض صناعي واحد وعندنا غرضين عامين او general uses. ممكن اعرفها برضو بتعريفات تانية. any energy releasing metabolic process take place only under anaerobic condition، ده في ال scientific. او any metabolic process release ال energy بس منين؟ من sugar او other organic molecule. يبقى حدد لي ال substrate بتاعي. don't require oxygen او electron transport system، بتستخدم ال organic molecule as a final electron acceptor، برضو ده scientific. الفكرة العامة ان انا بعمل selection للفيرمنتنج ييست او بكتيريا سبيشيز او فنجاي علشان استخدمهم في صناعة البريوينج اللي هو تخمير البيرة، او الوين ميكينج اللي هو الخمرة، فيرمنتنج ميلك او other fermented foods. عندنا مثال، لو كان عندي في عملية الفيرمنتيشن استخدمت السبستريت بتاعي جلوكوز، لو انتوا فاكرين في عملية الجلايكوليسيس بيتحول الى البيروفيت. البيروفيت ديت بتعتبر بالنسبة لي كسبستريت لبعض المايكرو اورجانيزم، زي مثلا الاسبرجيلوس هيكون لي لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد ده اقدر اصنع منه الصويا صوص، او لو استخدمت اللاكتو باسيلس هطلع لاكتيك اسيد اقدر اصنع منها التشيز والياجورت. الساكاروميسيز ممكن تديني برودكتس كتيره زي ايثانول مع ثاني اكسيد الكربون فيكون لي البيره، او ايثانول بس يكون لي الوان او الخمره، ثاني اكسيد الكربون بتكون لي البريد او العيش. هنيجي بقى في اول حاجة بالنسبة لنا اللي هي عملية البريوينج، اللي هي عبارة عن تخمير البيرة، هي production of بيرة عن طريق ايه؟ ان هي بتعمل steeping a starch source اللي هو البيرلي in water. يبقى بينقع
المصدر النشا اللي هو عبارة عن دي ان هو الشعير في المية. بعد كده fermenting the resulting sweet liquid with yeast. يبقى بعد ما عملت عملية نقع للشعير في المية هيكون عندي sweet liquid. السويت ليكويد ده هعمله fermentation عن طريق الخمير. الوين ميكينج اللي هو تصنيع الخمرة هي production of wine. هتبتدي ايه الفكرة الاولانية؟ ان انا بعمل selection of fruit، يبقى انا بختار نوع الفروت اللي موجود عندي. طبعا most وين is made from grapes او العنب. الفكرة ماشية ازاي؟ ان عندي convert الشجر اللي موجود في grapes سواء كانت جلوكوز او فركتوز ويحولها للإيثانول اللي هو عبارة عن الوين، طبعا طبقا للبيورتي بتاعته والكونديشن اللي موجودة ممكن يتطلع لي الريد وين او وايت وين او روز، كل دي انواع من الخمر. طيب انا لو عايز اطلع بقى حاجات تفيدني fermented food that are good for you، هتفيد الجسم وتديله طاقة او تديله مركبات يستفيد منها، زي مثلا التشيز، الجبنة، اليوجرت، الزبادي. في عندنا بعض الأطعمة التانية اللي هنشوفها بعد شوية. عندنا الـ fermented milk هو عبارة عن dairy food that has been fermented عن طريق lactic acid bacteria، فيكون لي different type من cultured milk product زي التشيز اللي هي الجبنة، اليوغورت، الزبادي وحاجات تانية.